نفهم نعرف ايه اللي بيحصل في سيناء. وعلى الهاتف من سيناء زميلنا حاتم البولوك مدير مكتب الوكالة الألمانية هناك. مساء الخير يا حاتم. اهلا، مساء الخير استاذ الميد. اهلا وسهلا. ماذا يحدث هذه الايام؟ ليه في تصاعد في العمليات الارهابيه؟ في الحقيقه هناك تصاعد كبير وزياده في وتيره الحرب على الارهاب في سيناء. استشهد كثير من قواتنا من الجيش والشرطه، وذلك بالتوازي مع القضاء على الارهاب من الناحية الأخرى. يعني الناحية الأخرى هناك زيادة في عدد مقتل الجماعات التكفيرية والجماعات الإرهابية، ولكن هو بعد زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية هناك خطط جديدة أدت إلى زيادة في التعامل مع هؤلاء الجماعات، مما أدى إلى طبعا في زيادة في التعامل. إذا زيادة يعني كلما زادت حدة وتيرة العمليات العسكرية بيبقى في ضحايا من الجيش طبعا، ومن العمليات العسكرية، وايضا بيبقى في قتلى من الجانب الاخر. بالتاكيد هناك، لان هناك زيادة في العمليات، هناك خطط جديدة تستحدث على الارض لمواجهة تلك الجماعات، مما يؤدي في خسائر من طيب حاتم، يعني ايه الفكرة في تفجير منزل او تفجير معهد ازهري؟ يعني هنا ايه الرسالة بتكون ايه؟ هي رسالة في اطار هؤلاء الجماعات، في اطار انه تفرير سيناء، يعني تفرير سيناء وجعلها يعني مرة اخرى سيناء من غير تنمية، من غير مدارس، من غير مساجد، من غير كنائس، من حتى المنازل. هذا المنزل كان لأحد القانطين في رفح، المهجرين من رفح إلى العريش تم استهداف منزله. هناك خطة ما وأجندات تستخدم في سيناء لتفريغ سيناء، حتى من المهجرين من رفح ومن الشيخ زويد إلى العريش يتم استهداف منزلهم. فالفكرة إن أنت تخوف الأقباط فيتهجروا، والفكرة إن أنت تضرب معهد أزهري فلا تكون هناك، لا يكون هناك دعاء، ولا تكون هناك حياة طبيعية، يعني ما يكونش هناك فروع حتى لجمعيات أو لمعاهد أزهرية أو لغيره. رسالة، هو كان ممكن يستهدف مدرسة عادية، ولكن معهد ديني أزهري مع معهد مع الأقباط، حتى يقول انه لا يستهدف المسيحيين فقط ولكن يستهدف المسلمين والمسيحيين. هي رساله معينه يريد توصيلها الى الشعب المصري. بشكرك حاتم البولوك مدير مكتب الوكاله الالمانيه في سيناء.